بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. تنطلق منافسات ثاني أيام هذا المهرجان في تحديات مثيرة مميزة لرياضتنا العربية الأصيلة. مشاهدينا الكرام، تنطلق أشواط سن الحقائق، أشواط رئيسية، وينطلق قبل لحظات شوطنا الخامس، شوط خاص بالإبكار وجائزة تويوتا ستيشن جي إكس في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نسير مباشرة مع العبارة، من تنطلق وتعبر هنا على الصدارة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. تتقدم العبارة بشعار الأنيق هنا على الصدارة، بينما أتابع القادمة بشاير. جابر بن فرج بن جابر الحنزاب يتقدم مع بشاير هنا مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادمة في هذه اللحظات. وصلت مذيار عبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري، هنا يقدم مذيار مع ثالث المراكز. وأتابع الأسماء، وصول من الشاهينية، سعد بن عبد الله بن علي بن فالح النابت هنا مع رابع المراكز وخامس الأسماء. نتابع مشاهدينا الكرام هنا التقدم من غنايم، سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط، في هذا التحدي، في هذه الأجواء الرياضية الحماسية هنا على أرضية ميدان الشحانية. ولكن أعود إلى الصدارة، أتابع العبارة، العبارة على الصدارة على مقدمة الشوط. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بقيادة الشرس سعيد وراشد بن بطي الزعبي. الله الله، انطلاق مميز هنا مع الصدارة، ولكن بن حنزاب يتقدم مع بشاير، يسوق البشاير مع تواجد هذا الشعار. جابر بن فرج بن جابر الحنزاب المري. الله، العبارة، العبارة وبشاير في انطلاق ثنائي مشاهدين الكرام. ولكن شوف القادمة، وصلت ذوق، تصل في هذه اللحظات ذوق علي بن راشد بن حمد آل مريزيق المري، يتقدم مع ذوق. وهنا أتابع مذيار، مذيار قادمة مع رابع المراكز لعبد الله بن سالم بن عبد الله النابت المري. ومن الجانب الآخر تابع الاسم القادم، من تتسلل في هذه اللحظات، وصول من الشاهينية، سعيد بن عبد الله بن علي بن فالح يتقدم بن فالح. الله الله، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة مع البداية هناك مع الكيلومتر الأخير. بن مريزي قادم يشكل الخطر في هذه اللحظات. الله الله، ذوق ذوق ذوق، تغير على الصدارة، تنطلق بالبداية علي بن راشد بن حمد آل مريزيق يتقدم مع ذوق، ينطلق على الصدارة على البداية بهذا الناموس، بهذا التحدي. ولكن شوف القادمة، وصلت مرسى، وصلت مرسى عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد يتقدم، يتقدم مع مرسى. وصلت الأسماء، وتابع الذيبة، وصل أيضا شعار البرنس يتقدم مع الذيبة، محمد بن طالب بن محمد بن عقيل. الله الله، شوف القادم، وصلت أيضا الذيبة، شداد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي يتقدم مع هذه اللحظات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع البداية، مرسى مرسى مرسى. الله، غيرت على الصدارة، انطلقت بالبداية مرسى، وهناك ذوق، ذوق ومرسى، مرسى وذوق مع اللحظات الأخيرة. الله، بن مريزيق، بن مريزيق، وهنا أتابع أيضا شعار عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد مع اللحظات الأخيرة. ذوق ذوق، مرسى، خط النهاية، اللحظات الحاسمة. ذوق ذوق، بن مريزيق، بن مريزيق مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك ذوق على هذا الفوز والانتصار. نهني علي بن راشد بن حمد آل مريزيق المري على فوز ذوق وانتزاعها ناموس هذا الشوط. ثاني المراكز، وصلت مرسى عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد. ثالث المراكز
كان الوصول من الذيبة شداد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي رابع المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام وصلت الذيبة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت وخامس المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام العبارة لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول ذوق 5 دقائق 57 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ذوق علي بن راشد بن حمد آل مريزيق المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز مرسى ب5 دقائق 57 ثانية ثلاثا من الأجزاء من الثانية. الثانية لمالك مرسى عبد الله بن خميس بن سعيد آل محمد. وثالث المراكز نتابع مشاهدينا الكرام هنا لحظات الوصول هنا مع ثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام من وصلت في هذه اللحظات. ايضا نتابع هنا خط النهايه وصلت الذيبه مع ثالث المراكز ب5 دقائق 59 ثانية وجزئين من الثانيه. الثانيه لشداد بن تركي بن حمد آل فطيح اليامي. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن